اما هلا رشا بننتقل لا فقرتنا الطبيه لليوم لنحكي فيها عن سرطان شائع بشكل كثير كبير ومنتشر بشكل كثير كبير هو سرطان المثانه. صحيح. نحكي عنه اكثر، اسبابه، طرق العلاج، انواعه، اهميه الكشف المبكر، قديش بتساهم بطريقه العلاج واختصار فتره العلاج. ونحن بنعرف قديش السرطان هو والعلاج رحلته كثير مؤلمه ومتعبه للمحيط وللشخص. اليوم رغم كل التطور يمكن الطبي للاسف ما في علاج نهائي او شافي تام، لكن الكشف المبكر للسرطان اليوم بيأثر بشكل كثير كبير على النتيجه وعلى الشفاء. اكيد اكيد نور، ودائما التوعيه، ونحن ضمن صباحنا دائما بنضوي على أهمية التوعية وأهمية الكشف المبكر، مو بس على سرطان المثاني لليوم ولكن على جميع أنواع السرطانات. صحيح. اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نسلط الضوء على سرطان المثاني، أنواعه ورحلة العلاج. ضيفنا لليوم هو الدكتور محمد عزام، استشاري الكلى والجراحة البولية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك. حكينا يمكن تحت الهواء عم نقول أنه صرنا عم نسمع عن سرطان المثاني قديش منتشر بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة وخاصة عند الرجال. خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية لسرطان المثانة. ونحن بنعرف السرطانات ما في إلا أسباب أساسية، يعني نحن بنقول يا عامل وراثي يا في عندك جين ممكن يكون مهيأ لهيدا السرطان. تماما حضرتك، مثل ما تفضلتي عن أسباب السرطان، هو عامل إما عامل وراثي في مهيأ لأنه يصير. صحيح. عنده، بالإضافة لبعض العوامل الريسك اللي هي عوامل كيميائية أو بيتعرض من خلال عمله أو حياته، في عنده سلوك معين بيزيد من نسبة حدوث السرطان. سرطان المثانة حنتحدث عنه ونلفت نظر السادة المشاهدين لأنه موضوع كتير مهم وشائع، من السرطانات. صحيح. الشائعة وخاصة عند الرجال، هو سرطان منتشر أكثر عند الرجال منه عند النساء. طبعا المثانة حتى نشرح هيك بعجالة، المثانة هي عبارة عن كرة مثانية بتخزن البول. صحيح. لحين موعد إفراغها، فبمرحلة من مراحل العمر وخاصة بعد عمر الخمسين وخاصة عند الرجال بيصير في عندهم أعراض معينة بنتمنى أنه هلأ نركز عليها وينتبهوا لها السادة المشاهدين، لأنه هي تعتبر علاج هي تعتبر يعني مفتاح في العلاج سرطان المثانة، خاصة بالكشف المبكر. صحيح. السرطان هو بشكل عام هو تكاثر مجموعة من الخلايا بشكل عشوائي خارج عن النظام والوظيفة يلي موجود من شانها، فبصير بيخرب بالمنطقة يلي هو كاسر فيها هي الخلايا، وممكن تنتقل لأماكن بعيدة مثل الرئة، الكبد، الدماغ، وتعمل أعراض وفق المكان اللي هي منتقلة فيه منتشرة فيه. بالنسبة للأسباب، في هي أسباب غير مباشرة، لكن وجدوا مراكز الأبحاث بأنه التدخين عامل كتير أساسي بموضوع سرطان البروستات. التدخين بيلعب دور كبير بكثير من الامراض للاسف. تماما يعني. لكن سرطان المثانة عفوا والبروستات نحن نحكي عن السرطان الشائعة عند الرجال، لها دور كثير اساسي وكبير، في علاقة كثير كبيرة بين التدخين بكل انواعه طبعا، يعني انا في مرضى بيجوا لعندي انه لا انا ما بدخن بارجل او سيجار او بايب او حتى التدخين الالكتروني يلي هلا منتشر وشائع. صحيح. بانه هو ما له اضرار. لا هو له اضرار صحيح بنسبه اقل بكثير لانه الدخل بيحتوي على مواد تمام من التدخين الاعتيادي الطبيعي، لكن له نسبه بيسبب اضرار. طيب دكتور، احنا بنعرف انه سرطان المثاني ببلش من الخلايا الداخليه لبطانه المثانه. خلينا نحكي اليوم عن الأعراض. اليوم وقت الشخص بده يكون عنده إصابة بهذا السرطان، ونحن بتسموه المرض الصامت، يعني فجأة بيكتشف هذا المرض يعني لأقل سبب، أحياناً سبب ما له علاقة بمكان السرطان، بيكون الألم بمكان ثاني، بالفحص السريري العام يبين السرطان موجود، ولهيك تم تسميته المرض الصامت. خلينا نحكي اليوم عن الأعراض. هل اليوم المريض رح يشعر بأشياء قبل ما تبلش عنده هي الظاهرة السرطانية؟ تماماً. كثير مهم
انه ننتبه لهي الاعراض. السرطان المثانه سرطان صامت صحيح، ممكن يكبر السرطان بدون ما يعمل اعراض، لكن الا ما يعطي بعض الاشارات. تمام، وهي الاشارات تعتبر مهمه، لكن نحن المريض احيانا بيهملها. يعني من اهم هي الاشارات هي بصير لون البول غامق نتيجه وجود الدم بالبول. هلا نحن المريض بيرجع بيجي لعنا احيانا بنقول له انه ايمتى ظهر عندك الدم بالبول او صار البول غامق مثل لون الشاي؟ بيقول انا من عده اشهر وراحت. فهو شو بفكر؟ بفكر انه اكل اكله معينه، نقص سوائل. تمام، وخاصة البيلة الدموية بنسميها العيانية غير العرضية، لأنه هو ما بيكون عم يشعر بأي عرض، فقط لون البول غامق بصير. فهذا عرض كتير مهم يفترض ننتبه له، يفترض يراجع فورا المريض طبيبه بهذا الموضوع مشان يبحث عن السبب. هلا في كتير أسباب بتؤدي للدم بالبول، في كثير اسباب. احيانا نقص، فنحن مو كمان اذا شفنا بول غامق يعني نقلق انه خلص لا، هي بتكون قله مي يعني. تماما، سوائل في كثير اسباب، حتى ممكن يكون غذائي. يعني احيانا الواحد بياكل اكلات فيها صبغه عاليه بتظهر بتغيير لون البول. لكن انه نهمل هذا الموضوع ونقول انه لا، معنا غير هذا العارض، هذا امر خاطئ. معنا غير هذا العارض الاهم يعني اليوم؟ هذا العارض الاهم. تمام. لكن في اعراض كمان ممكن تكون حرقه بالبول، الم اسفل البطن، ممكن تظهر عند عنق المثانه كتله الورم، تكون عند عنق المثانه فالمريض بيشعر بصعوبه بالتبول او اسر بولي ما بيقدر يخرج البول رغم شعوره بانه هو محصور يعني ولازم يدخل على الحمام. هي من الاعراض كمان اللي بتتظاهر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان المثانة، قديش فعليا ممكن يساعد بالشفاء أو العلاج، ولا منقول حسب المرحلة هون ممكن يكون في شفاء تام ولا لا؟ تمام، هي المرحلة لها علاقة بالكشف وتوقيت المبكر. الكشف عن الورم. الورم مثل ما تفضلتي هو بيخرج من البطانة. المثانة عبارة عن طبقات. صحيح. طبقة البطانة، الطبقة العضلية، الطبقة الدهنية الخارجية. هو بيخرج من الطبقة الميوكوزا أو الطبقة الداخلية، هي البطانة. لما بينشأ عنها قلنا بيظهر عنده المريض أعراض، غالبا هو نزفي، بتخرج مع البول دم. هون بيأتي دور العلاج. نحن هون في هالحالة شو بيعمل الطبيب؟ بيدخل بالمنظار عن طريق فوهة التبول، بنسميها سيستوسكوبي، بندخل من الأحليل سواء عند الرجال أو عند النساء للمثانة، وبيتم تصوير بطانة المثانة بشكل دقيق. في حال شكينا بأي مكان أو بؤرة أو منطقة غير سليمة نأخذ منها خزعة ومنقوم بتحليلها. لما بتكون بمراحل الأولى اللي منسميها non muscle invasive، يعني لسه الورم ضمن البطانة ما انتقل للطبقة العضلية، هون نسبة العلاج كتير عالية. curable المرض بيكون تصل أكثر من 70% نسبة العلاج. طبعا العلاج بيتم بحالة بنسميها TURB، تجريف عن طريق قطع الكتلة الورمية بتيار كهربائي، وبعدين بنلحقها بعلاج ومتابعة. طبعا الشفاء لنا بتصل لأكثر من 70%، ونحن كثير بنلاحظ حالات شفاء تام. فالمريض ما يقلق، لكن هون المعيار أو النقطة المفصلية هي الكشف المبكر. طيب دكتور، لانه لما بتتحول عفوا لغازيه للعضليه هون صار العلاج اعقد واكبر، يعني بننتقل بقى لعلاج عن طريق استئصال كامل او جذري للمثانه راديكال، يعني ومع اجراء عمليه تحويل بولي لحتى نصنع مثانه
يخزن البول ويخرج بشكل طبيعي. دكتور دائما بيكون في خوف وبيكون في خلينا نقول انه بيقولوا وقت بيكون في عملية استئصال لكتلة سرطانية دائما المريض بخاف لانه كثير بيسمع انه وقت عم يروحوا للعملية الجراحية عم يتم انتشار للكتلة السرطانية او الخلايا السرطانية بالمنطقة. اليوم قد ايه صحية هي ما بدنا نقول الإشاعة خلينا نقول المقولة. لا هي المقولة منتشرة كثير، نحن بنلاحظها مع معظم المرضى. عم يخافوا اليوم يعني عم يخاف يعني حضرتك حكيت كلمة شائعة جدا يعني المريض بنخبره انه في خطوات معينة لازم نقوم فيها، أحد هي الخطوات استئصال الكتلة الورمية عن طريق التنظير طبعا، فبيقلق انه من انتشار الورم، بيقول أنا إذا عملت جراحة أو فحين تم انتشار للخلايا. هذا الأمر خاطئ 100%. بالعكس الاستئصال هو مثل ما تحدثنا له نسبة علاج كتير عالية، وبخاصة إذا كان مبكر جدا والكشف مبكر جدا بتكون عمليته جدا بسيطة ونسبة الشفاء عالية. ليش؟ لأنه نحن لما بندخل بطانة المثانة، البطانة تبع المثانة، بعدين الكتلة العضلية، بعدين الطبقة العضلية، تعتبر البطانة هي الجزء أو الطبقة الخارجية، لأنه الطبقة العضلية صارت هي الداخلية بالجسم. البطانة هي الطبقة الخارجية، هي الملامسة مباشرة للبول، فنحن عم ندخل للمثانة لكن العمل غير جراحي مفتوح، يعني نحن ما عملنا عملية فتح بطن أو شق تمام جراحي، عملية التنظير ومنرفقها بعدها بعلاج كيموثيرابي، بنحقن المثانة بمواد كيميائية أو مواد علاج مناعي ميونوثيرابي بنسميها BCG لحتى نمنع النكس أو الانفيجن انتشار المرض. فكتير العلاج مهم، وما يعني يفترض المريض يكون مطمئن لهذا الموضوع انه ما بيحدث ابدا بهيك. طيب دكتور خلينا نحكي امتى بنوصل لمرحله نستأصل فيها المثانه وعم نشوفها كثير خاصه عند الرجال وبيكون في نكس بعد الاستئصال، يعني بيقول راح يكون في استئصال بحيث انه نحن نقضي على السرطان بشكل كامل وبعد فتره بنلاقي لا ممكن يتم نكس وينتشر هيدا السرطان. هون ما بيكون بظن هون ما بيكون في نكس بمعنى انه انتكس ناتج عن الاستئصال، الاستئصال هو علاجي وتام، لكن احيانا لما بتكون كل مرحلة متقدمة ومرحلة متقدمة وفي نقائل ممكن تكون مايكرو ميتاستاتيك، يعني نقائل بعيدة عن منطقة المثانة مجهرية تمام، بعد فترة من الزمن بتظهر. فنحن لهيك بتم في متابعة، ما بينتهي الموضوع انه استأصلنا المثانة وخلص. أكيد بكل السرطانات بيتم متابعة، في متابعة لازم دورية بعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد في فترة زمنية جدول زمني من تم المتابعة فيه وفق دراسات عالمية بهذا الموضوع. لكن الفكرة بين أنه يكون في نكس أو لا أو نقائل أو لا، هو مثل ما حكينا فترة اكتشاف المرض. لما بتكون بفترة مبكرة ما بنروح لهي المراحل أبدا. تمام. اليوم اكيد عم نراهن على الوقت دكتور، يعني بكل بمرض السرطان دائما يعني بيقولوا لنا الاطباء اللي بنستضيفهم بصباحاتنا انه دائما الوقت هو العامل الاساسي للنجاح بالكشف المبكر، يعني احسن ما تكون الحاله متطوره ويروح العلاج لرحله كثير طويله ومرهقه ان كان على الطبيب او على المريض. بدنا نشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحه والسلامه لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم.